مش هنتعب حضرتك يعني، فستقبل ان تكون في الفريق الرئاسي مع المشير عبد الفتاح السيسي بعد توليه مسؤوليه البلاد الفتره المقبله؟ ما بحددش انا هكون فين، انما كل اقدر اقوله انا جندي لمصلحه بلدي موجود في مكاني، اي حاجه اقدر اعملها لبلدي انا ماشي. هل عرضوا على حضرتك اي طلب انك تكون جندي زي ما حضرتك قلت، هل هتقبل؟ لو تشكيل الحكومه هتقبل هذا الامر؟ انا قلت انا جندي، طالما انا جندي يعني جندي جاهز لمصلحته. طيب هل يستطيع تنظيم الاخوان اثاره اي عمل مصالح او تاثير على التصويت في العمليه المحليه، خاصه انهم دعوا بعض اثارهم للمشاركه وابطال الاثار؟ فهل ده بخلفيه معدوده عند حضرتك؟ اللي انا متاكد منه ان الشعب المصري بوعي و الوعي الكامل اللي موجود فيه لن يسمح لاحد ان هو يبوظ هذا العرس الديمقراطي ليه، وانا متاكد ان هو هيتم بصوره محترمه وطريق بالشعب. شكرا.